طبعا الفكره اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي دي هننفذها كلها من بواقي الكونتر اللي موجوده عندي هنستخدم بقى اربع بليات لينير جت زي ما انتم شايفين كده دي اصغر مقاس الدخل بتاعها 8 مللي طبعا الفكره بتاعتنا مش محتاجه مقاس اكبر من كده وده العمود اللي هيركب على البلة زي ما انتم شايفين طبعا القطر بتاعه 8 مللي زي ما اتفقنا آه الميزه هنا ان الخلوص بيكون زيرو زيرو وكمان الحركه بتكون سلسه جدا تعالوا نشوف مع بعض هنثبتهم ازاي طبعا لما بثبت البليتين لازم اركب عمود لينير فيهم لان الاتنين لازم يكونوا على استقامه واحده معايا الاتنين التانيين برضو هركبهم بنفس الطريقه بالظبط هجيب بقى زاويه الومنيوم وهقطع منها قطعه كده مثلا 3 سم وبعد كده هعمل لها ثقب في النص بمنتهى 10 مل. ودي كده شكل الزاوية بعد ما عملنا فيها الثقوب تعالوا كده نجيب الصاموله بتاعتنا اللي هتركب زي ما انتم شايفين السمولة دي بتاعت ليد سكرو هنركبها آه كده زي ما انتم شايفين طبعا انا عامل اماكن الثقوب بالظبط هثبتها بقى بمسامير صغيرة جدا على قد المقاس بالظبط وبعد كده هثبتها كويس واربطها كويس بعد كده الزاوية بالسمولة هثبتها في المكان ده بالظبط ودي كده القطع المتحركه اللي هتركب دي اهم قطع احنا عملناها دلوقتي طبعا تنفيذها سهل جدا ما اي مجهود معايا بقى موتور بيجي بالمجموعه بتاعته بحب اشتغل بيه جدا جربته كذا مره واشتغلت بيه كذا مره الموتور ده طبعا بيجي بالقاعده بتاعته زي ما أنتوا شايفين كده هثبت بقى الاول القاعده وبعد كده هجيب الموتور زي ما أنتوا شايفين كده الموتور ده طبعا دي سي هبتدي ان انا هثبته في القاعده بتاعته طبعا بيجي معاه ظرف وبيجي معاه جلبه صغيره وبيجي معاه بونط بيجي معاه حاجات جميله جدا زي ما انتم شايفين دي جلبه مسلوبه دي طبعا بتركب بطريقة الشحط زي ما انتم شايفين كده ولازم لما اجي اشحطها لازم يكون في خشب بشتغل عليه عشان الظرف ما يبص او الجلبه تبرطش مني وتبوظ وزي ما حضراتكم شايفين الجلبه النحاس فيها اتنين غفير طبعا بقفل في كويس على عمود الموتور طبعا زي ما أنتوا عارفين انا ما بحبش اثبت المسامير من بره هستخدم هنا البوكت هول البوكت هول ده طبعا عملته في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت هسيبهولكم برده في صندوق الوصف عشان تستفيدوا منه طبعا قطعت المقاسات زي ما انتم شايفين وعملت لها سكوب البوكت هول عشان ما ناخدش وقت بس على حضراتكم والفكره تطول معاكم هثبت الشغل بتاعي مبدئيا بالماده اللاصقه اللي احنا بنستخدمها على طول طبعا الماده دي بيجي معاها مصلب زي ما انتم شايفين بحط الماده وبعد كده برش المصلب يثبت معايا على طول طبعا بعد كده هثبت بقى المصابير بتاعتي بكل امان من غير ما الشغل بتاعي يجري هجهز بقى قطعه زي دي بالظبط كده وطبعا انا مجهز السكوب بتاعتها عشان مقاس البليه دي بالظبط زي ما انتم شايفين البليه هتركب هنا انا مجهز السكوب بتاعتي والثقب كمان بتاع السنتر اهم حاجه لما اجي اثبت زي ما انتم شايفين الثقب بتاع السنتر يكون متناسق مع الثقب بتاع البليه بالظبط هركب بقى الكراسي او الحوامل اللي هكون شايله الشغل ده كله طبعا بربطها في العمود زي ما انتم شايفين كده دي طبعا الدخل بتاعها 8 مل. هي بتيجي مجموعه واحده بنفس المقاس بالظبط بعد كده هجيب القطعه اللي احنا عملناها في الاول اللي احنا ثبتنا فيها الموتور وهركب الشغل بتاعي كده بنفس الطريقه كده بالظبط هجيب بقى ليد سكرو زي ما انتم شايفين كده ده طبعا السن بتاعه خطوه سريعه في منه خطوه بطيئه طبعا انا جبته خطوه سريعه لان الموتور اللي هيركب هيكون بطيء جدا انا مش هثبت اي شغل غير لما اجي اثبته على البليه زي ما انتم شايفين كده واظبط المسافه بتاعتي كمان البليه فيها اتنين غفير بقفل على ليد سكرو زي ما انتم شايفين كده هجيب بقى الـ الكوبلن ده زي ما انتم شايفين الكوبلن ده طبعا ناحيه 8 مللي وناحيه خمسة مللي هثبتها كده بنفس الطريقه كده بالظبط زي ما انتم شايفين كده السنتر بتاعي اتحدد هبتدي بقى اثبت الكراسي بتاعتي زي ما انتم شايفين على نفس المقاسات اللي موجوده دلوقتي انا جهزت بقى القطع اللي هتركب في الجهه العلويه طبعا دي هتثبت مسامير عشان الصيانه هجيب بقى موتور صغير كده الموتور ده كان عندي من بدري طبعا الموتور ده على صندوق تروس الحركه بتاعته بسيطه جدا آه يعني ممكن يكون خمسين لفه في الدقيقه او ممكن اقل كمان بصراحه مش عارف لكن هو حركته بطيئه جدا طبعا العمود بتاعه خمسة مللي زي ما اتفقنا بيركب كده بنفس الطريقه لان احنا قلنا الكوب الناحيه 8 وناحيه خمسة. هبتدي بقى اثبت القاعده بتاعتي زي ما انتم شايفين هخوش لها وبعد كده هثبتها بمسامير وهعمل طبقه تاني برضو هثبتها بنفس الطريقه بالظبط وجهاز الصنفار اللي انا شغال عليه دلوقتي هسيب لكم رابط تصنيعه في صندوق الوصف طبعا انا جهزت القاعده كده زي ما انتم شايفين وكمان جهزت السكوب بتاعتها انا بختصر الموضوع كله عشان ما اطولش على حضراتكم وطبعا بعد ما اثبت القاعده بتاعتي هربطها بمسامير رباط بعد كده هجيب بقى قواعد رابر زي ما انتم شايفين كده دي طبعا هتقلل معايا الفايبريشن وفي نفس الوقت هتخلي المتقاب كله ثابت هعمل بقى قطعه الخشب دي وبعد كده هعمل لها ثقب كبير زي ما انتم شايفين عشان ندخل منه السلك ودي علبه كده بسيطه يعتبر دي لوحه الكهرباء اللي هنشتغل عليها هنثبتها كده هي طبعا مش عليها اي حمل هنكتفي بس بالتثبيت وبعد كده هجيب بقى الباور سبلاي لان هقفل الكهرباء بتاعتي الباور سبلاي ده 5 امبير زي ما انتم شايفين صغير هنبتدي بقى ان احنا نثبته في الخشب وبعد كده هنوصل وصلات الكهرباء بتاعتنا كده احنا خلصنا كل وصلات الكهرباء بتاعتنا مش فاضل غير بس ان احنا هنحط مؤشر زي ما انتم شايفين كده سهم صغير يتجه للجهه العلويه وسهم صغير يتجه للجهه السفليه زي ما انتم شايفين طبعا كان لازم اعمل دعم بسيط هنا طبعا دي هتتلزق مش هتحط كده بس كده انا خلصت خالص هبتدي اوصل الفيشه بتاعتي هشغل زي ما انتم شايفين ده المفتاح الرئيسي الموتور اشتغل معايا ده طبعا المسؤول عن حركه الموتور الرئيسي كده الموتور ده بالنسبه لنا 100 مش فاضل معانا غير ان احنا نجرب الحركه الميكانيكيه زي ما شايفين انا بدوس على الزرار دوت لفوق يعتبر الجزء اللي هو فيه الموتور بيطلع كله وبعد كده لما باجي انزل لتحت بينزل معايا زي ما انتم شايفين دي كده الحركه الطبيعيه بتاعه حركه الموتور انا مش مسرع الفيديو خالص دي سرعته الاساسيه طبعا السرعه متناسبه جدا ما ينفعش ولا زود عن كده ولا اقل عن كده لو معايا موتور قوي ممكن اركب مقاومه واتحكم في السرعه بتاعه النزول والطلوع طيب في حاجه مهمه كنت لازم اعملها المفروض كنت اركب اتنين ليميت سويتش المفروض واحد في الجهه العلويه وواحد في الجهه السفليه من تحت طبعا لما العربيه دي كلها بتنزل تخبط في الليمت سويتش الحركه تقف اوتوماتيك بس انا بصراحه ما ان انا ازود اسلاك كتير لان القصه دي عشان اعملها هتزود معايا اسلاك كتير وهتزود معايا وقت وفي نفس الوقت هتزود معايا تكلفه فاحنا دلوقتي بنختبر الفكره وفي نفس الوقت الماتور بتاعنا سرعته مش عاليه يعني هلحق نفسي وادوس نزول على طول قبل ما يبتدي اللي هو يرتفع لفوق طيب احنا اتكلمنا في اول الفيديو وقلنا ان المجموعه بتاعه الماتور بيجي معاها بونت زي ما انتم شايفين دي العلبه اللي بيجي فيها البونت دي طبعا كلها بنات صغيره لأن أقصى آه يعتبر مقاس بياخده الظرف ده اربعه مل احنا هنركب اي مقاس دلوقتي ونجرب عليه مؤقتا في بقى حاجه مهمه عايزين نتكلم عليها شايفين المسافه دي اديتني اربعه سنتي لجوه عشان كده انا طلعت بالكرسيين دول لفوق لو انا نزلت بيهم لتحت كنت هقل المسافه لجوه اربعه سنتي على الاقل هنبتدي بقى ان احنا نشغل كده ونشوف التجربه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بيخرم ده آه كونتر فرلندي زي ما انتم شايفين بيخرم مسلس جدا مفيش اي مجهود على المتقاب مبدئيا الفكره دي كانت فكره تجريبيه ولكن طبعا في الايام الجايه هنبتدي ان احنا نعمل متاب احترافي بفكره قريبه من الفكره دي لان بصراحه الفكره دي عجبتني جدا فكره ان انت تنزل اوتوماتيك دي مهمه جدا ولكن في الفكره الجايه ان شاء الله هنعمل موتور بتاع النزول على سرعات وهنعمل موتور اقوى من كده وطبعا هنعمل اتنين ليميت سويتش في التطوير الجاي ان شاء الله بس مش معنى كده ان الفكره دي مش هتنفعك لا الفكره دي هتنفعك جدا وكمان لو انت بتحب بقى اللي انت تعمل الحاجات الصغيره او الدقيقه المتقاب ده هيكون مفيد جدا ليك طيب احنا دلوقتي بنعلى شويه بمقاس البونطه زي ما انتم شايفين كده وهنجرب تاني لغايه لما نوصل لحد 4 مللي ونشوف جهد الموتور كويس ولا مش كويس طيب التجربة لحد دلوقتي مية مية تعالوا بقى نشوف البونتا الاربعة مللي ودي اكبر بونتا بياخدها الزر زي ما انتم شايفين كده في السكوب ممتازة جدا طبعا بصراحة لحد دلوقتي الفكرة ممتازة جدا انا بالنسبة لي اي سكوب هعملها اربعة مللي او تحت الاربعة مللي هعملها بالمسكوب ده على طول في النهاية احب اشكركم جدا على مشاهدة الفيديو اهم حاجة لو في حد عنده اي سؤال او في حد عنده اي اضافة كنا ممكن نضيفها يقول لنا عشان نطور في الفيديوهات الجاية ان شاء الله وكده نبقى انتهينا من حلقه النهارده اتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم واستفدتوا منه اهم حاجه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد اشوفكم في الفيديو الجاي على خير السلام عليكم